كل المالكية معانا هنا. مش غربة خالص، لا أحبابنا وصحابنا وصحاب البيت والحنفية كذلك رضي الله عنهم، كله خير، كلهم خير. ولولا الحنفية حد يتوضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم وعلومهم في الدارين آمين. قال: وكل سهو سواه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور في الصلاة المفروضة أو النافلة على ما في المدونة بزيادة يسيرة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك يعني مسألة من مسائل الجامعة للصلاة، يترجم لها كثير من الفقهاء في كتبهم بسجود السهو، ولكنه هو أدخلها تحت باب جامع كما تكلمنا، لأنه تكلم عن مسائل اللباس في ستر العورة وكذا، ثم بعد ذلك تكلم عن موضوع السهو، ويمكن أنه يدخل أيضا مسائل أخرى بعد السهو في هذه المسألة، لأنه هو يتكلم عن باب جامع. خلاص، الرسالة مشي على ما مشى عليه الموطأ كما قلنا قبل ذلك. فيقول: وكل سهو، كل هذه قضية كلية. وهل المقصود بها الكل المجموع ولا الكل الجميعي؟ كل الجميعي طبعا المجموع، إلا أنه يستثنى منه أشياء، لأنه ليس كل سهو يطلب السجود له، لكن السهو الذي سيتكلم عنه. والسهو قلنا أن يغفل الإنسان عن الشيء سواء سبقه ذكر أو لم يسبقه ذكر، والنسيان أن يغفل عن الشيء الذي سبقه ذكر. فالسهو أعم من الإيه؟ السهو أعم من النسيان، السهو أعم من النسيان. طيب، سهى عنه الإمام ماشي، أو المأموم أو الفذ. قوله في بعض الصور مقيد بماذا؟ بالمأموم، لأن المأموم إذا سهى لا يسجد في كل الصور، إنما يسجد في الوقت الذي يسهو فيه حين تنحل عنه القدوة حقيقة وإن كانت باقية حكما. أما إذا كان وراء الإمام فإنه لا يسجد، لأن الإمام يتحمل عنه ذلك الإيه؟ يتحمل. وأنت لا تتحمل سهو الإمام، يعني الإمام يتحمل سهوك وأنت لا تتحمل سهو الإمام. شوف المسألة، أنت لا تتحمل سهو الإمام، بل إذا سجد الإمام، إذا سهى الإمام فيطلب منه أن يسجد وأنت يجب عليك أن تسجد معه. فإن قال قائل: كيف لا أتحمل وأنا أسجد معه؟ يعني إزاي أنا ما تحملش سهو الإمام والشرع يطلب مني أن أسجد مع الإمام؟ نقول له: أنت تسجد مع الإمام لمتابعتك للإمام، لأنك أنت متابع للإمام ولا يصح أن تشذ عن الإمام، لكن هو إذا سهى فأنت لا تتحمل عنه السهو. بمعنى أنه لو فرض أن هو سهى في وقت أنت لم تقتدي به ثم سجد بعد السلام، ففيه قول يقول بأنك أنت لا تسجد بعد السلام، بعد أن تسلم لا تسجد سهو الإمام ده، لا تسجد له بعد الإيه؟ بعد السلام. وقول يقول تسجد له بعد الإيه؟ بعد سلامك أنت، بعد سلامك أنت، لا لأنك تتحمله ولكن لأنك تابع لمين؟ لأنك تابع للإمام. أما هو فأنت إذا سهوت هو يتحمل عنك، فلا يسجد ولا تسجد، لا يسجد ولا إيه؟ ولا تسجد. ولذلك قالوا إن موضوع الإمامة ده موضوع صعب وموضوع شديد، وكانوا
يقبلون على الأذان ويفرون من الإيه؟ من الإمامة، لأن موضوع الإمامة ده موضوع شديد. إذا كان هو بيتحمل سهو الإيه؟ سهو المأموم، فإذا موضوع الإمامة شديد. طيب نشوف كده بيقول إيه في بعض الصور. في بعض الصور في الصلاة المفروضة أو النافلة على ما في المدونة، لأنه ورد إن بعض الأقوال قالت أن النافلة لا يسجد لها، النافلة لا يسجد لها، ولكن إحنا عندنا هنا قاعدة وهو أن الصلاة، شروط الصلاة المفروضة هي شروط النافلة، شروط الصلاة المفروضة هي شروط النافلة. فلو فرض أنك تركت تكبيرة الإحرام في النافلة أتنعقد صلاتك؟ لا تنعقد. طيب لو فرض أنك تركت الفاتحة في النافلة تنعقد صلاتك؟ يعني تبقى أنت كده تركت فرض ولا لا؟ يبقى تركت فرض. إلا في موضوع السورة، مسألة قراءة السورة، فإنها تختلف عن الفريضة، فقراءة السورة في الفريضة سنة مؤكدة، وقراءة السورة في الفريضة وإن كانت سنة إلا أنه في النافلة، وإن كانت سنة إلا أنك إذا صليت بدون نافلة أجزأك ذلك، أجزأك ذلك ولا سجود عليك ولا شيء في ذلك، مفهوم؟ وقلنا قبل كده في مسائل تختلف فيها الفريضة عن الإيه؟ تختلف فيها الفريضة عن النافلة. ولذلك يضعف كلام ابن العربي، أبو بكر بن العربي رحمه الله، في أنه لما قال إن تقدمت النية، لما قال أهل المذهب وغيرهم إن تقدمت النية، بارك الله فيك، إن تقدمت النية قبل غسل الوجه أو قبل الصلاة بيسير فالصحيح أنها تجزئ، المعتمد أنها تجزئ، خلاص؟ قال ابن العربي المعتمد أنها لا تجزئ في الصلاة وإن كانت تجزئ في الإيه؟ في الوضوء، وإن كانت تجزئ فين؟ في الوضوء. ف يعني شنع على الذين يقولون إنها تجزئ في الصلاة ولا تجزئ في الوضوء، نقول له لماذا يا ابن العربي؟ قال لأن النية في الوضوء مختلف في فرضيتها، وأما النية في الصلاة فلا يختلف أحد في فرضيتها. طيب أنت لو نظرت إلى ذلك التعليل هل تراه في ميزان العلم أو التعليل العلمي تعليل يقبل بالنسبة لنا فنأخذه مثلا، ها؟ ولا تعليل فيه كلام؟ قطعا فيه كلام. ليه بقى؟ لأننا نقول المدار على صحة النية أو عدم صحتها، مش المدار إن النية دي تقيلة ولا النية دي خفيفة، ولا النية دي مختلف فيها ولا متفق عليها. ده إحنا قواعد المذهب بتاعتنا مبنية على أن النية إذا لم تكن في الوضوء بطل الوضوء، مش كده ولا لا؟ وكذلك مذهب الشافعي، وكذلك مذهب الحنابلة. مفيش الله الحنفية بس اللي هم ايه؟ قالوا ان النية في الوضوء ليست فرضا وانما هي سنة، وتابعهم عندنا الوليد بن مسلم من المالكية قال انها سنة وليست بايه؟ وليست بفرض. طيب احنا معانا المذاهب كلها بتقول انها ايه؟ انها ايه؟ فرض. طيب هل ده تعليل؟ يعني ان نقول لان النية في الوضوء مختلف فيها فلذلك خففوا فيها، وفي الصلاة غير مختلف فيها فلذلك لم يخفف فيها، نقول المدار أتصح أو لا تصح، بس كده. يبقى البحث العلمي في قضية واحدة وهي هل تصح أو لا إيه؟ أو لا تصح، فما تقوليش بقى لأن هنا خفيفة وهنا إيه؟ وهنا تقيلة. كذلك اللي قال في سجود سهو في الفريضة وليس في النافلة نقول له لا، الصلاة التي تنعقد فريضة بشروط معينة أيضا تنعقد نافلة بشروط معينة، فإذا كانت أصل الصلاة له شروط سواء كان فرضا أو نفلا، يبقى ما تقوليش بقى إني لو سهيت في الفرض أسجد ولو سهوت في النفل لا إيه؟ لا أسجد. يبقى ما المهم مطلق صحة صلاة،
سواء كانت فريضة أو كانت إيه؟ أو كانت نافلة. كذلك هناك مطلق صحة وضوء سواء كان النية مختلف فيها أو كان متفق عليها. مفهوم الكلام ده؟ يبقى إذن التعليلات ديت المفروض إن إحنا ننتبه، وإن موضوع قياس مسألة على مسألة لابد أن يكون المسألتين متفقتين اتفاقا كاملا، والتعليل اللي انت بتعلله لازم يكون فيه اتفاق كامل. انما ما تجيش تجيب لي موضوع ثم تخرج عن موضوع وبعدين تقيس حاجة لأجل شيء آخر. مفهوم الكلام ده؟ فيعني وفي مسائل تانية فيها نظر، يعني ربما كان مذهب الحنفية فيها قوي، يعني مثلا عندنا رفض النية في الصلاة يبطله، ورفض النية في الصيام يبطله. ماشي سيبك من الصيام، خلينا في الصلاة. إلا الحنفية قالوا رفض النية في الصلاة لا يبطله. ليه يا سادتنا الحنفية؟ قالوا ومعهم حق في المسألة، قال لك بس احنا طبعا ما نقدرش نخالف مشايخنا، يعني معهم حق في البحث العلمي، في مسائل العلم في البحث، لكن كون ان مشايخنا زي الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا انها كذا يبقى خلاص نمشي معهم. والحنفية بيقولوا ايه؟ ان اذا نوى رفض النية ما ترتفضش في الصلاة. ايه دليلكم على كده يا حنفية؟ قال لك قياسا على النية في الحج، فإن النية في الحج إذا رفضها لا ترتفض، مش كده ولا لا؟ قالوا إذا رفضها لا إيه؟ لا ترتفض. فهم في من حيث القياس كلام قوي ولا مهوش قوي؟ قوي جدا، لأن النية إما أن ترفض وإما أن لا ترفض. الحج عبادة والصلاة عبادة، فإذا فحيث ثبت أن النية لا ترتفض في الحج بالرفض يبقى لا ترتفض فين؟ في الصلاة. وبناء على ذلك قالوا مذهبهم. رد عليهم بقى الجمهور قالوا لا، لأن الحج فيه مشقة والصلاة ليست فيها مشقة، يعني الحج فيه مشقة كبيرة. وطبعا العلة دي هم لما شافوا إنها يعني ضعيفة شوية برضو الجمهور راحوا داخلين من ناحية تانية، قالوا لا، لأن الحج يطلب من صاحبه أن يتمه ولو فاسدا، بخلاف الصلاة فإنه إذا فسدت عليه أن يتركها. واخد بالك؟ يعني لما أنت تفسد الحج بجماع أو نحو ذلك ما تقولش أتحلل وأخرج منه، لا، ده أنت تتممه. عندنا في مذهب الإمام وجب إتمام المفسد، يجب عليك أنك تتمه، فرفضت ولا ما رفضتش كده كده لازم تتمم. واخد بالك؟ لابد أن تتم الحج. فالحج بقى فيه تيجي لك المشقة الكبيرة، وواحد يمكن ما يقدرش يجي في عمره إلا مرة واحدة وتأتى أنه حدث له شيء في هذه المسألة، يقولوا له أتم الفاسد وروح بيتك وتحايل على أنك أنت تيجي تاني علشان تحج كمان مرة. فلذلك خفف في أمر الإيه؟ خفف في أمر الحج، فقالوا إن الحج لا، إنما الصلاة لو رفضتها هتعمل ايه؟ يجب تبطلها، يبقى خلاص وبعدين تعيدها تاني، وان صليتها وعدتها تاني كذا مره ما فيش مشاكل فيها، لانك انت لا هتحتاج تسافر ولا تنفق مال ولا تعمل اي حاجه. فهي العله القويه بتاعتهم بس انه الصلاه الحج الفاسد يجب اتمامه، واما الصلاه فان الحج الفاسد الصلاه الفاسده لا يجب ايه؟ لا يجب اتمامه. فاذا في اشياء كده العلماء، يعني هنا برضو نفس الحكاية، قولين: يسجد في النافلة ولا لا يسجد فيها؟ قيل يسجد وقيل لا يسجد، والمعتمد أنه يسجد، ودي معهم حق في أنهم يقولوا أنها معتمد، لأن الصلاة لها شروط، فحيث انعقد الفرض ينعقد النفل، وحيث لم ينعقد الفرض لا ينعقد النفل، وما يتأتى عليه يتأتى عليه إلا في بعض الإيه؟ إلا في بعض المسائل المستثناة اللي هي ربما ذكرناها قبل ذلك أو ربما نذكرها بعد. أي مبطل؟ قهقه في الصلاة. هنا بقى يعني بعض العلماء يقول عليه أن يتمادى في الصلاة ثم يعيدها قطعا،
ليه بقى؟ قال لك مراعاة للقول الذي يقول إن الضحك لا يبطل إلا إذا كان عمدا، لأن في عندنا احنا هناك قول يقول إذا كان الضحك عمدا فإنه يبطل، وأما إذا لم يكن عمدا فإنه إيه؟ فإنه لا يبطل، ولكن هذا قول ضعيف يعني غير معتمد في المذهب. فهو هيتمادى بس علشان هو من مساجين الإمام، هيتمادى علشان إيه؟ علشان مسألة إن في قول مراعاة للقول، ثم بعد ذلك هيتمادى على صلاة فاسدة ثم يعيدها مرة ثانية. نعم. قال على ما في المدونات بزيادة يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ثانيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود. سواء كانت من غير أقوال الصلاة، طبعا اللي من أقوال الصلاة لا يبطلها ولو عامدا، الدعاء في أي مكان لا يبطل الصلاة، التسبيح في أي مكان لا يبطل الصلاة، اللي من أقوال الصلاة لا يبطلها خلاص. وهم اختلفوا في الفاتحة لأنها من الأقوال، إذا أعادها عمدا هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ يعني افرض واحد من أقوال الصلاة قرأ الفاتحة مرتين، كررها مرتين، طبعا ده حرام، ده حرام. ليه بتكررها مرتين؟ لأن الشرع قال لك اقرأها مرة واحدة في الركعة، فكونك أنك أنت تفتات وتكررها مرتين يبقى ده حرام عليك. لكن هل تبطل أو لا تبطل؟ قولان المعتمد عدم الإيه؟ عدم البطلان، لأن الزيادة القولية حيث كانت من جنس الصلاة من جنس أقوال الصلاة لا تبطل حتى ولو تعمدها الإنسان، اللهم إلا إذا قصد بها التلاعب. يعني إن قصد بها التلاعب وقصد أن يخرج بها عن الصلاة فإنها تبطل، مجرد قصد التلاعب أو مجرد خروجه عن الصلاة عن نية الصلاة يعني أنه بيصلي تبطل صلاته حينئذ. نعم. كالتكلم ساهياً أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود. يبقى هنا بقى كالتكلم ساهياً بس إن كان من جنس إيه؟ من جنس أقوال الصلاة، وأما إن كان من غير جنس أقوال الصلاة وتكلم ساهياً نقول إن كان السهو قليلاً، إن كان الكلام قليلاً سجد له، وإن كان كثيراً بطلت الصلاة وعليه أن يعيدها. لو كان الكلام قليل وضابط قليل ما كان مع ذي اليدين اللي هو أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، فقال له ذو اليدين بل بعض ذلك قد إيه؟ قد كان. أهو ده الكلمات دي، إن كانت بهذه الطريقة سهوا فإنها لا تبطل الصلاة وعليه أن يسجد لها فقط، وأما إن زادت على ذلك سهوا يبقى في الحالة دي إيه بقى؟ بطلت الصلاة. وليه بطلت الصلاة؟ قال لك لأن واحد يقعد يتكلم خمس دقايق، أمال كان بيصلي إزاي ده وعارف إنه بيصلي إزاي؟ يعني كأن ده يعني الصلاة مش في باله بقى خالص، يبقى في الحالة دي الصلاة إيه؟ الصلاة بطلت. أما الفعل إن كان من غير جنس الصلاة، كان من غير جنس أفعال الصلاة، فإحنا عندنا تبطل به إن اعتقد الداخل أن صاحبه لا يصلي. إن اعتقد الداخل عندنا في الشافعية يقول لك ثلاث حركات، ولو كانت حركة واحدة بس تكون قوية جدا بحيث يدخل الداخل عليك فيقول إنك لا تصلي. يعني واحد هو قاعد كده وراح ناطط نطة كده لفوق وهو بيصلي، هي حركة واحدة بس دي مبطلة. ليه؟ لأن لو واحد دخل عليك هيقول عليك إيه؟ أنت مش هتصلي، واخد بالك؟ فإحنا ما عندناش لا ثلاثة ولا اثنين، إنما عندنا المفروض إذا دخل عليك الداخل فظن أنك لا تصلي يبقى صلاتك كده إيه؟ كصلاتك بطلت، مفهوم؟ يبقى ده الفعل اللي ليس من جنس الإيه؟ ليس من جنس الصلاة. طب والفعل اللي من جنس الصلاة؟ قال لك يا سيدي يسجد لسهوه إذا كسر، يسجد ولا يسجد لسهوه إن كان يسيرا، وأما إن كان كثيرا فإنها تبطل إذا
أضفنا إليها مثلها، مثلها. إذا أضفنا إلى الصلاة إيه؟ إذا أضفنا إلى الصلاة مثلها. يعني لو أنت بتصلي الظهر فزدت ركعة سهوة، أهي دي من جنس الصلاة، يبقى تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لك أن تسجد لها بعد السلام. طيب اثنين، لا تبطل الصلاة ولك أن تسجد بعد السلام ما دام ساهي. ثلاثة، لا تبطل الصلاة ولك أن تسجد لها. أربعة، يبقى بطلت الصلاة، بطلت الصلاة ولا سجود بقى لها. بعدين بطلت هتعيدها تاني، خلاص. وكذلك الثنائية، الثنائية إذا زدت اثنين، أما لو زدت واحدة يبقى ما فيش حاجة عليك. الثلاثية إذا زدت ثلاثة، يبقى ده المعروف في 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 شراح المختصر أنه إذا زاد إذا زاد على الصلاة مثلها ساهيا فإنه إيه؟ يبطلها. أما إذا تعمد فبمجرد تعمد زيادة ركن فعلي بطلت الصلاة، سواء كان من جنسها أو من غير إيه؟ أو من غير جنسها. يعني لو ركوعين بطلت صلاتك، لو سجود أربع ثلاث سجدات بطلت صلاتك، خلاص. يبقى تعمد زيادة ركن فعلي يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. مفهوم؟ نعم. ماذا فرقنا سيدي بين الركن القولي والركن الفعلي؟ ما انت ما عندكش ركن قولي غير ثلاث أركان، تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، بس ما فيش غيره، لأن ده لا يتأتى زيادة سلام. انت بمجرد ما تقول السلام عليكم خلاص انتهت الصلاة. لو قلت 100 مرة بعد كده السلام عليكم السلام عليكم، ما فيها الزيادة. الفاتحة فيها خلاف بين العلماء، لأن بعضهم يقول إن هي فرض في الكل وبعضهم يقول هي فرض في ففيها خلاف. فلذلك الركن القولي أو الزيادات القولية ما دام من جنس الصلاة لا شيء فيها. وتكبير، والتكبير مكرر، لأنك أنت بتكبر تكبيرة الإحرام وبعد كده بتكبر للركوع والسجود، فهو كده كده زائد، يعني كده مكرر لا شيء فيه. خدت بالك؟ التكبيرة الأولى بس اللي هي عند النية، اللي عند النية. والفتحة لا يتأتى إن واحد يكررها مرة واثنين وثلاثة، وإن كررها فإنها لا تبطل صلاته بناء على القول بعدم الإيه؟ بعدم الفرضية في بعض الركعات. إذا تكلم من غير جنس أقول الصلاة لإصلاحها. ما هو لا، لإصلاحها قلنا يشترط ألا يكون كثيرا، زي حكاية ذي اليدين. بدأ بالكلام. يعني إن كان لإصلاح الصلاة فإنه لا يفسده، سواء سبح أو لم يسبح. إن كان لإصلاح الصلاة فإنه لا يفسدها، لأن التسبيح ليس شرطا في جواز الكلام لإصلاح الصلاة. ما دام هو قاصد إصلاح الصلاة يبقى خلاص. هو يفرض إن واحد حاسس إنه لو سبح صاحبنا مش هيفهم هو عايز إيه، فرح قال له هذه خامسة أو زدت خامسة، ها؟ يبقى في الحالة دي لا يفسدها عندنا. نعم. هنا سمعت تفسيرا رد من ناداك وأنت في الصلاة نفذ الأمة وما إلى ذلك. ماذا؟ نديت وأنت تصلي فأجبت بأنك في الصلاة. أجبت من 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 تجيب؟ من الذي تجيبه؟ من الذي ناداك؟ أنا أعرف أنه يوجد خلاف إن كان من جانب الأم أو غير. لا، انت حدد من الذي يجيء وانا اقول لك. طيب اي واحد منهم؟ الام. طيب. ولا الاب؟ الام. والام لا يصح لك ان تجيبها في الصلاه، فاذا اجبتها بطل، ولكن عليك ان تقصر من صلاتك ثم تقبل عليها، والاب كذلك، خلاص. انما الذي اذا ناداك واجبته لا تبطل صلاتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي قالوا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن هي إذا نادتك أمك في الصلاة فعليك أن تقصر من صلاتك، يعني ثلاث تسبيحات كفاية، وتقرأ آيتين أو آية وتخلص وبعد كده تجاوبها. إنما في صلاة الفرض لا تقوم. في صلاة النفل وقع خلاف هل يجيبها أو لا يجيبها، والصحيح أن الفرض كالنفل. نعم. السؤال الثاني، هذا سمعنا يعني
وكنا نصلي صلاة جماعة، فالإمام صلى ثلاثة وظن أنه أربعة. نعم. بعد ذلك بدأ المأمومون يتحدثون هل هو صلاة أربعة، ثم اتفقنا أنه ثلاثة. يتحدثون. يتحدثون. والمأمومين كانوا متأكدين أو غير متأكدين؟ لا، بعد أن أقرأ أكثر من ثلاثة خمسة فصار الأمر يعني متأكدين. يعني هو بنفسه الشخص اللي بيتكلم ما كان عارفا أنه ثلاثة ولا أربعة؟ كلهم كله ما كانش عارف؟ كله كنا أكثر من ستة أو سبعة. لا، المهم إن كله ما كانش متأكد إن دول ثلاثة؟ لا، متأكدين بعد ما انتهينا. يعني هو الآن هو صلى ثلاثة. نعم. أنتم ماذا كان في أذهانكم؟ أتعتقدون أنها ثلاثة ولا شاكين زيه؟ لا، متأكدون إن ثلاثة؟ نعم، إلا كل واحد كان يشك في نفسي. أنا نفسي كنت أقول أليس المفروض أربعة، فلم أرد على يا شيخ. إن كنتم الحكم هو يا شيخ إن كنتم متأكدين في أنفسكم وسلمتم معه فصلاتكم باطلة، وأما إن كنتم شاكين معه خلاص فلننظر أثلاثة أم أربعة. وقلت له يا فلان أنت صليت ثلاثا، يبقى إن كان الكلام قليل خلاص يبقى كده إيه، يقوم يجيب ركعة بإحرام جديد ما لم يطل، يعني كبر تكبيرة الإحرام ويبني ويضيفها على اللي فات، وانتم كذلك تتابعوه وتسلموا ويسجد سجود السهو بعد السلام وتبقى الصلاة صحيحة. وأما إن كنت فيكم حد متأكد وخرج معاه وسلم بطلت صلاته الذي سلم على طول على طول، والإمام بقى هو حر. إن كان كده يعني صلاة، إن كان متأكد خلاص وسلم تبقى بطلت صلاته، ما اعتقدش إنه هو سلم من ثلاثة يعني، لأن التشريع خلاص ارتفع ما فيش تشريع جديد. سيدنا لو هو سلم من ثلاثة ومتيقن إن الثالثة دي هو في ذهنه الرابعة يعني، وهم متيقنين إن هي دي ثالثة، فأصبح عنده هو في ركعة ناقصة يعني. نعم. صلاة الإمام هنا صحيحة ولا صلاة الإمام صحيحة، ويقوم يجيب الركعة اللي هو جابها ديت. هو ما جابش ركعة. ما جابش ركعة. يعني هو سلم من ثلاثة. ما حد تذكره. وهو متيقن إن هذه رابعة. خلاص. والمأمومين متيقنين إن هذه ثالثة ليست رابعة. وما قالولوش ولا قالولوش؟ ذكروه وهو لم يأتي. ذكروه، لا ذكروه عليه أن يرجع لقولهم بقى. أيوه. الثلاثة لو كانوا ثلاثة يرجع لقولهم. أو كانوا اثنين يرجع لقولهم. ويقوم يجيب ركعة لازم. نعم. يترك يقينه إذا كانوا اثنين أو ثلاثة شهدوا بذلك ما دام مأمومين، إنما مسألة الواحد فيها كلام عند العلماء قياسا على هل يقبل خبر الواحد أو لا يقبل أو كذا أو كذا، ففي كلام إن كان واحد فبعض العلماء قال لك لا يعمل على يقين ولا يرجع لكلام غير، ولكن لو اجتمعوا ثلاثة أو اثنين أو كذا واتفقوا على إن دول ثلاثة يجب عليه إنه يقوم بإحرام ويضيف ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام. نعم. سيدي لو تكلم في الصلاة يعني بتحذير أعمى مثلا. هل تبطل الصلاة؟ تبطل، نعم. هو يترك الصلاة ويذهب إلى الأعمى ينقذه. هي دي من ضمن المسائل التي يجوز له فيها ترك الصلاة قطعها والذهاب إلى الأعمى، إن كان أعمى يقع في حفرة أو شيء من هذا القبيل يعني، أو دابة كانت هتشرب منه في الصحراء أو نحو ذلك من الأمور اللي هي ربما تأتي أو ربما مرت أو مش عارف أنا يعني. أولاً إذا ضاق المكان هل يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام؟ نعم، إذا ضاق المكان يجوز له أن يتقدم على الإمام، لا بأس بذلك في الصلاة عندنا، ويكره له لغير حاجة، يكره له لغير حاجة، ويحرم وتبطل إن قصد المأموم الكبرى. يقول لك بلاك بقى ده يقف قدامي، لا انا اصلي صلاته بس انا هقف قدامه برضه، عمره ما يبقى قدامي، يبقى يحرم وتبطل الصلاه ان قصد به الكبرى، واما ان كان بلا حاجه فيكره، وان كان بحاجه فلا باس به. نعم. سواء كانت من غير اقوال الصلاه كالتكلم ثانيا او كانت من جنس افعال الصلاه كالركوع والسجود. نعم. فليسجد له اي يستوي على جهه السنيه على ما في المختصر. على جهه السنيه، وقيل ان السجود سجود السهو ده واجب، يعني قيل انه سنه وقيل انه واجب،
وقيل إنه إن كان قبل السلام فهو واجب، وإن كان بعد السلام فهو سنة. خلاص؟ ولذلك يكره لك أن تؤخر القبلية إلى ما بعد السلام، بل بعضهم قال يحرم عليك أن تؤخر القبلية إلى ما بعد السلام. فكلمة يحرم تأخير دي تدل على إنه إيه؟ أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى الوجوب، أقرب إلى الوجوب. وأيضا ما قاله ابن القاسم اللي هو القبلي من أن من ترك ثلاث سنن في الصلاة ولم يسجد لها قبل السلام وطال بطلت صلاته، هذا يرشح كونه إيه؟ كونه واجبا. وأما سجود السهو بعد السلام فهو سنة. نعم. على ما في المختصر السجدتين بعد السلام. المختصر ده مختصر خليل. نعم. كيف قلنا أنه سنة مع أنه يطالب به ولو حتى بعد سنة بعد؟ يطالب به على وجه الاستحباب، هو مش يطالب، يعني لا يقولون يطالب، إنما يقولون له أن يسجده ولو بعد سنة. له فرق بين له وبين عليه أن يسجده. أما سجود السهو قبل السلام فإذا لم يسجده وطال بطلت الصلاة وعليه أن يعيدها، اللي هو قبل السلام. لو افرض أنت عليك سجود بعد يوم ما سجدتوش يبقى ما فيش حاجة، لكن الأولى أن تسجده، ومن حقك، مش لا مش عليك، من حقك أن تسجده ولو بعد سنة، لأنه ترغيم للشيطان وانت من حقك ترغم فيه ابن الذين ده وقت ما انت عايز. نعم. وقيدنا الزيادة بيسيرة احترازا من الكثيرة، فإنها مبطلة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويقول، أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في الصلاة. طيب، يبقى إذن إحنا الحاصل أن الزيادة في الكلام من جنس الصلاة لا تبطل مهما زادت، ما لم يقصد التلاعب والكذا وكذا. والزيادة من جنس الصلاة في الكلام، والزيادة من غير جنس الصلاة في الكلام إن كانت يسيرة سهوا فإنها إيه؟ يسجد بعد السلام، وإن كانت كثيرة سهوا بطلت صلاته، وإن كانت قليلة أو كثيرة عمدا بطلت في الكلام. وأما الفعل فإن كان الفعل من جنس الصلاة فيسيره يسجد له ولا تبطل الصلاة، وكثيره تبطل به الصلاة. نعم، إن كان مثل، يعني لما يكون في الصلاة كثيره تبطل به الإيه؟ تبطل به الصلاة. يبقى عرفنا الفرق ما بين الكلام والذي من جنس الصلاة ومن غير جنسها. وأما إنك تعمد فعلا من جنسها ولو زاد ركنا مثلا تبطل على طول، ولو تعمد فعلا من غير جنسها ننظر هل يا ترى كثير عرفا أو قليل عرفا، فإن كان كثيرا عرفا أبطل، وإن كان قليلا فإنه لا إيه؟ لا يبطل. وبعضهم قال إن كان سهوا فإنه يسجد له سجود السهو، إن كان سهوا يعني وكسر عرفا وسهى فإنه يسجد له سجود الإيه؟ سجود السهو. نعم. مثل أن ينسى أنه في الصلاة ويأكل ويشرب أو يخيب ثوبه. هي مسألة يأكل ويشرب ديت فيه كلام عند العلماء. الأكل إن كان ناسيا ساهيا يعني، فإن قل الأكل ساهيا فلا شيء عليه، وإن كسر الأكل ساهيا، ها؟ يعني قل الأكل ساهيا يبقى لا شيء عليه، كسر الأكل ساهيا يسجد له سجود السهو. طيب، إذا اجتمع أكل وشرب الاثنين اجتمعوا مع بعض ساهيا أو كسر أو قل بطلت صلاته، بطلت إيه؟ بطلت صلاته. ولذلك قالوا هناك في شرح المختصر أو خليل أو الدرديل، قل لك
لو اجتمع فعلين من جنس واحد قل أو كثر بطلت الصلاة فيها. أما الفعل الواحد فإن كان سهوا سجد له، وإن كان عمدا فإنه يبطل، لأن طبعا الأكل عمدا يبطل. فواحد مثلا أكل وشرب ونفخ، يعني ثلاث حاجات، بمجرد ما يحصل الأكل والشرب كده بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. إزاي يعني يأكل ويشرب؟ ده معناه إيه؟ ده كأنه ولا في دماغه خالص إنه هو بيصلي ولا أي حاجة، مفهوم؟ يبقى إذن الفعلين لما يكون فعلين أكل وشرب يبقى إن قل أو كثر يبقى بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. اللي يسجد له إيه؟ الأكل لوحده إن كان كثيرا سهوا، خلاص؟ وكذلك الشرب وحده إن كان كثيرا سهوا سجد له. نعم. كان كثيرا أو قليلا يا سيدي؟ فين؟ هل الأكل سهوا ولا عمدا؟ سهوا. سهوا إن كان قليلا لا شيء فيه، يسجد له. وإن كان كثيرا سهوا فإنه يسجد له. ما ضابط القليل؟ نعم. ضبطه مثلا. ما ضابط القليل؟ ضابط القليل لقمة مثلا، أكل لقمة تاني. لكن بقى افرض واحد بقى كان نص رغيف كده مثلا، يعني نعم داخل ياكل، يبقى بطلت صلاة. واخد بالك؟ زي واحد يقول لك والله انا ما برتاح جدا واحس براحه نفسيه الا لما الامام يسجد وبنام على طول وانا سايق، فيجي الصلاه علشان خاطر يسجد ورا الامام ده وينام مثلا يعني. فاذا الاكل عمدا او الشرب عمدا ده مبطل بلا شك، ولو حتى جزء لقمة بسيطة كان يبقى ده خلاص مبطل. وأما إن كان الأكل سهوان نقول له لو قليل، زي حاجة نحو الحمصة كلتها ولا زي لقمة كلتها سهوا لا شيء فيها، قياسا على ما يكون بين أسنان الإنسان، فإنه إذا كان بين أسنانه شيء ثم بلعه في الصلاة فلا شيء فيه. طيب حتى ولو تعمد، يعني كما قال بعض العلماء وإن كان في خلاف في المسألة يعني. طيب بالنسبة للشرب برضو إن كان قليل أما وإن كان كثيرا سهوا برضو بطلت صلاته. واخد بالك؟ بطلت إيه؟ بطلت صلاته. نعم يسجد له أصلا، قصدي إن كان كثيرا يعني يسجد له إن كان سهوا، وأما إن كان عمدا فبمجرد بس ما يرفع الكباية كده إلى فمه. نعم. الأكل في الصوم يعني قلنا يبطل صومه لأنه في مذكر له الصوم، هنا ليس مذكر له الصلاة، ولو نظر له الرأي من خارج وهو يأكل لظن أنه خارج الصلاة في الأكل. لا إحنا على كل حال دي ما بننظر لهاش في موضوع قلة أو كسرة. افترض أنه عنده لقمة في بقه مثلا وكان مثلا، يعني لا ننظر إلى اللي رأي ولا اللي غير رأي، إحنا بنتكلم الآن فيما يبطل الصلاة من الأكل. يفرق بين ما أكل ما بين أسنانه أو شيء خارج. لا ما بين أسنانه هو لا يأكله، لا يصح له أن يأكل بين أسنانه، إنما هو إن كان بين أسنانه حاجة فأخرجها فأدخلها يعني بلعها فما فيش مشاكل فيها يعني عند المعتمد عندنا. وإن كان بعضهم قال إنها قياسا ما دام بلعها متعمد يبقى تبطل صلاته، خدت بالك؟ فردوا عليهم قالوا لهم لا، لأن هو ده بلع من غير مضغ، والاكل مضغ وبلع فهي ما تبطلش الصلاه فيها. فالمسائل كده ما تفرعهاش على ان اكل اللي هيدخل عليه يحس انه ما بيصليش، واللي حتى احنا بنتكلم في السهو بتاعه الان، نحن نتكلم في سهوه وهو ساهن، خلاص. نعم. بالنسبه للنفخ لو اتى به بس فقط في الصلاه يبطل؟ نعم يبطل الا اذا كان بالانف فانه لا يبطل. لماذا قلنا النفخ يبطل يعني؟ لأنه شيء من الكلام، زي الكلام يعني، شبهوه بالكلام فقالوا إنه يبطل الصلاة، ولأنه في تلاعب، لأنه في تلاعب. والأنف برضه لو نفخ بأنفه إن قصد التلاعب وكتر بقى كل شوية بقى ينفخ وعمل له شغلانة يبقى كده صلاته بطلت قطعا، لأنه ده لعب. إنما هو الأنف دائما يحتاج للنفخ به لأجل أن يتنفس، عشان يقرأ، عشان كذا. إنما في الفم ده هينفخ ليه بقى إن شاء الله؟ لماذا ينفخ؟ سهوا. نعم سهوا لا شيء فيه، سهوا لا شيء فيه إلا إذا كسر فإنه يسجد له، خلاص. الزيادة
في الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إن كانت فعلا واحدا فإما أن يكون قليلا سهوا أو كثيرا سهوا، فإن كان قليلا سهوا لا شيء فيه، وإن كان كثيرا سهوا فيه السجود، وإن جمع بين أمرين منها فبمجرد أن يجمع بينهما بطلت الصلاة. وبعضهم قال لو فعلين قليلين يعني أكل وشرب قليل، أكل قليل ساهي وشرب قليل ساهي يسجد ما دام عمل قليل، خدت بالك؟ عمل قليل بالفعلين، يعني فيها خلاف المسألة. نعم. فيأكل ويشرب أو يحيط ثوبه أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات. ده اللي من جنس أفعال الصلاة، الكثير منه في الرباعية مثلها. نعم. على ما شهر ابن الحاجب ومتبوعه. نعم. وفي بطلانها بنصفها قولان، فقيل تبطل وقيل لا تبطل ويثبت للسهو. والمعتمد الذي مشى عليه الشيخ الدرديل أنها لا تبطل إلا إذا زاد مثلها، إلا إذا زاد مثلها. طيب، الصلاة لا يخلو إما أن تكون الصلاة سفرية أو حضرية. فالصلاة الحضرية كصلاة الظهر مثلا هي في السفر ركعتان وفي الحضر أربع، فإذا صلى أربعا في الظهر وزاد عليها أربعا سهوا بطلت الصلاة. ومتى تبطل الصلاة؟ بمجرد عقد الركوع بتاع الركعة الرابعة، مجرد ما يعقد الركوع بتاع الركعة الرابعة، وقال بعضهم بل بمجرد الرفع من الركوع في الركعة الرابعة. والواضح كده ان بمجرد ما يعقد الركوع، لان كده ما دام ركع الركعة خلاص زاد بقت ركعة اربع ركعات كده خلاص يعني. كويس. طيب، واما الصلاة السفرية فالمفروض ان الظهر هيبقوا كام؟ اتنين. طيب، لو زاد اتنين سهوا تبطل ولا لا تبطل؟ لو زاد ركعتين في الظهر هو في السفر الان، فرضوا انه يصلي ايه؟ انه يصلي اربعه اتنين، فرضوا يصلي اتنين، افرض انه زاد ركعتين. نعم؟ فيه رايين لكن المعتمد انه لا تبطل إلا إذا زاد أربعا أيضا، واخد بالك؟ إلا إذا زاد أربعا. ليه يعني؟ أم قال لك لأنه يجوز للإنسان في سفره أن يكمل الركعتين، يجوز للإنسان في سفره أن يكمل الإيه؟ أن يكمل الركعتين، خدت بالك؟ ولو نواها سفرية وسهى وأكمل الركعتين ماشي، عقدها قصرا ما فيش مشكله. وبعد ذلك اكمل، لا هو ما اكملش عامد، ولو اكمل عامد هنقول له صلاتك باطله ما تنفعش. ده هو بنتكلم في من سهى في الساهي الان، خدت بالك؟ طيب، وليه قالوا له طب كان القياس يقولوا له لو زدت مثلا اربعه تانية مش كده؟ يبقى هو قياسه ان هو دلوقتي لو صلى ركعتين في الظهر وصلى اربعه زياده على الركعتين يبقى صلاته بطلت خلاص. طب هم كم ركعه دول الان؟ ست. مع ان الحضري قلنا له ما تبطلش الا اذا زدت كام؟ الا اذا زدت ثمان. يعني هم راعوا مساله انه فرضوا بس الركعتين، وان الاربعه دول اللي كان يفترض انه هو ادى فرضه في الظهر وزادهم في الظهر كانه هو ادى فرضه الان في الظهر وزادهم في ايه؟ وزادهم في الظهر. واضح ولا مش واضحة؟ لا، هو الآن لما يصلي الظهر أربعة وبعد كده يسهو فيصلي أربعا أخرى تبطل صلاته، هو عمل إيه الآن؟ أدى فرضه وزاد عليه أربعا سهوا، مش كده ولا لا؟ ده لما يكون حضري. طب دلوقتي وهو بيصلي هو سفري الآن صلى اثنين وزاد أربعا لأنه أدى فرضه وزاد أربعا، والزيادة دي غير معمول بيها لا في السفر ولا في الحضر. الزيادة دي المفروض إن زيادة أربع ركعات على فرضك يبطلها،
لما تكون الركعة الصلاة رباعية يعني في الأصل، زيادة أربع ركعات على فرضك يبطلها. فأنت حين كنت مسافرا كان فرضك أن تصلي كم؟ ركعتين. فزدت كم؟ أربعة. يبقى بطلت ولا لا؟ بطلت. كذلك وأنت في الحضر كان فرضك تصلي كم؟ فزدت أربعة يبقى بطلت. يعني كأن الزيادة نهايتها في الصلاة أربع ركعات، لأن ما شفناش صلاة فيها، ما شفناش صلاة زادت على كم ركعة؟ زادت على أربعة. أقصى حاجة في الصلوات كم؟ أربعة. فقالوا أقصى حاجة في الزيادة، أقصى حاجة، أعلى حاجة في الزيادة تبقى كم؟ تبقى أربعة. أقصى حاجة في الزيادة تبقى أربعة. طيب ما يجيش بقى على ليه الأربعة دول؟ قال لك لأن الأربعة دول هم مثل الصلاة الأصلية اللي هي في الحضر، مثل صلاتك الأصلية اللي هي فين؟ اللي هي في الحضر. طيب في الصبح لما نيجي نزيد، نزيد اثنين ولا نزيد أربعة؟ اثنين. ها ليه؟ لا، لأن أصل الصلاة الأصلية بتاعتك اثنين ما تزيدش. طب في المغرب هنزيد كام؟ ثلاثة، لأن أصل الصلاة الأصلية بتاعتك كام؟ ثلاث ركعات. فلما قالوا أربعة في السفر مش اثنين، قال لك لأن أصل الصلاة بتاعتك كانت أربعة بس خففت عنك إلى اثنتين، خلاص كده. فلذلك قالوا إنه لابد يزيد أربعة عشان تبطل إيه؟ تبطل صلاته في الإيه؟ في السفر. واضح؟ نعم. مولانا قوله هنا علامة شهروي إنه حاجب ومتبوعه، يعني من تبعه من العلماء؟ إذا ما تابعه متبوعه؟ لا، ابن الحاجب ومن تبعه. إذن وتابعه. وتابعه مثلا، لكن هو قال ومتبوعه. على ما شهره ابن الحاجب ومتبوعه. لا، متبوعه مفروض الشيخ العلوي قال أي ومن تبعه. لا، ومن تبعه كان المفروض يقول وتابعه، لكن زي بعض ما فيش مشكلة. هي متبوعه أي الذي تبعه، متبوعه أي الذي تبعه، خلاص. وفي بطلانها بنصفها قولان، فقيل تقتل وقيل لا تقتل. نعم. ويسجد للسهو ابن عمر والقولان على حد سواء. ابن عمر طبعا مش سيدنا عبد الله ابن عمر. لا، يحيى ابن عمر. نعم. ويسجد للسهو ابن عمر والقولان على حد سواء، لا واحد أشهر من الآخر، وظاهر مختصر الثاني اللي هو أربع إيه؟ أربعة. ومشى عليه الدردير، وإحنا عارفين إن الدردير كان بيصفي الأقوال وكان بيجيب المعتمد منها، فلذلك نمشي عليه. بس يعني عايزين نقول حاجة، يعني إزاي واحد بيصلي مثلا وبعدين يفضل يزيد أربع ركعات في الصلاة؟ يعني تيجي إزاي دي؟ هو ممكن يزيد ركعة ماشي، يختلف مثلا في ركعة يختلف. يعني هو خاشع أول الدرجات، لو خاشع للدرجات ربنا هيذكره، لكن هو الشيطان أصله دائما وأبدا. أنت بص تلاقيه يجي، إن كانت حاجة غايبة عنك قبل الصلاة تلاقيه في الصلاة يروح جاي لك ويقول لك أنت عارف الحجة الفلانية اللي أنت بتدور عليها آه في المكان الفلاني، وهو لو فكرك بكل حاجة. ده لو في أي مسألة علمية، حتى لو في مسألة علمية وانت مش عارفها في خارج الصلاة يجي لك في الصلاة يقول لك انت عارف اللي قال ده أشهب اللي قال الحكاية دي، مش عارف كذا وكذا وكذا. طب انت مالك وما الأشهب دلوقتي وما فيش، ويفكرك بيها برضو وتقعد، بس هو يديك الخيط وانت تكر بقى. هي مشكلتنا احنا كده، تعرف لو هو يديك الخيط وانت تقف عند راس الخيط لا مفيش مشاكل، انما هو لما يديك الخيط تروح شاهد انت منه، وهو يلاقي الحكايه سلسه جدا وانت عمال تشد وسيبه لك، هو انت تشد، هو كل ما هنالك انه عاوز يشيل عنك الجلوه بتاعتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لان دي احسن حاجه الانسان يصليها. ولذلك انتوا عارفين قصه الامام حنيفه اللي جاله واحد يساله سؤال وقال له انا وضعت مالي يا امام في مكان ولا ادري اين هو. كان الامام حنيفه مشهور انه يفتي في كل حاجه، فقال له طب يا ابني دي في باب النكاح ولا في باب الطلاق ولا في باب الدماء؟ ما فيهاش فتوى دي يا ابني. قال له طب امال ايه يعني؟ قال له انا هحتل لك اعمل لك حيل، انت اذا جاء الليل فنوي
بعد صلاة العشاء كده انوي انك تقضي ليلتك مع ربك وهتصلي كده نوافل وربنا يكرمك وصلي، يمكن ربنا يهديك وتفتكر المال بتاعك. فالراجل بعد صلاة العشاء قال لك خلاص عامل بفتوى الإمام وأبى أصلي ركعتين الله أكبر، ونيته كانت صدقة وإن كانت مش صدقة أو لأنه عاوز يعرف ماله، خدت بالك؟ أو المهم الشيطان شافه كده هيعمل المال، فجأة قال له أنت فاكر المال حطيته في المكان الفلاني وفي عليه شريط طالع من المكان الفلاني، الحق لحسن حد هيجي ياخده دلوقتي حالا. فقام الراجل من غير ما يسلم وجري على المال بتاعه، فلقى المال بتاعه فعلا وخد، وبعد النام بقى ما هو خلاص خلاص صلى وصام لامره. بعد ما نام راح للامام ابو حنيفه، بارك الله فيك يا مولانا امام دمتك، قال له ماذا صنعت بالامس؟ قال له والله ما كدت اقف في الصلاه حتى تذكرت المال والى اخره وخرجت واتيت به. قال له يا اخي افلا اتممت ليلتك شكرا لله؟ قال له افعل ان شاء الله في يوم تاني بقى. فهو ما بيسيبش حد، يكون الواحد في حاله يروح على طول يفكره، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطر بين المرء ونفسه حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعرفش صلى قد ايه. ولذلك احنا عندنا اذا كتر عليك السهو والشك كل يوم صليت ثلاثة ولا أربعة، قول له يا ملعون انا صليت أربعة، حتى وان كانوا ثلاثة تبقى مقبولة عندك، وسلم على كده وانتهى في المسألة. نعم، ما هو المستنكر، هو المستنكر. شوف اللفظ كمان لفظ وحش جدا، استنكحه الشك، يعني زي النكاح كده، يعني داخله الشك كثيرا، دايما يجيله الشك كده ويستنكحه، فيبقى في الحالة دي يتركه خالص ويلهو عنه وما يعملش عليه، لأنه لو عمل عليه هيستمر معاه. نعم. قال والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا نعم. تبطل بزيادة ركعة على المشهور. نعم. والكثير في المغرب ركعتان على الأصح فتبطل بزيادتهما ولا تبطل بزيادة ركعة. وقيل تبطل بزيادة مثلها، يعني كمان المغرب قيل تبطل بزيادة إيه؟ بزيادة مثلها. طب وليه ركعتين؟ لماذا كان المغرب ركعتين؟ أم قال لك لأن الصلاة المغرب لما كانت وترا، فلو أنك زدت على الثلاثة هتبقى قد إيه؟ تبقى خمسة، مش كده ولا إيه؟ يبقى في الحالة ديت كأنك جعلتها وترا مثل ما هي وتر، لأن أصلها وتر هي، فلما تعملها وتر بركعتين كأنك زدت مثلها، كأنك زدت إيه؟ كأنك زدت مثلها، لأن صلاة الظهر شفعة، فلما تزيد عليها ثلاثة ما تبطلش، ما تزيد وتر عليها لا تبطل، وإنما تزيد شفع زيها أربعة يبقى بطلت صلاتك. المغرب نفس الحكاية، إذا صليت ثلاثة هتبقى بقت شفعة هتبطل خلاص، وإن صليت اثنتين زيادة يبقى برضك خليتها إيه؟ خليتها وتر، يبقى كأنك زدت على الوتر وترا. سيدنا الحاشي قال أن هذا القول ضعيف. أي؟ قال زيادة ركعتين ضعيف المعتمد. ما هو احنا قلنا الرباعية بالظبط كده، لأنه هو ده المعتمد إن احنا قلنا. نعم؟ طب زيادة أربع ركعات الرباعية ليست يعني اللي هي إيه؟ المغرب. لا شيخ الدربير مولانا. نعم شيخ الدربير يقول حتى الثلاثية إذا زيد عليها رباعي تفضل أربع ركعات يعني. لا هو في بعض في كثير من الأقاويل للعلماء يقولون ثلاثة، كثير منهم يقولون ثلاثة، ثلاث ركعات مثلها، يعني أن تزيد عليها ثلاثا مثلها فإنها تبطل، إنما أربعة دي كتير الحقيقة، يعني هذا كثير على ال فممكن وإن كان في أقاويل كثيرة، يعني في قول يقول ركعتين وفي قول يقول أربعة ماشي، لكن القول الذي يقول ثلاث فعلا لأن دي قاعدة أنك إذا زدت على الصلاة مثلها بطلت الصلاة، بدليل صلاة الصبح إن زدت عليها مثلها بطلت أيضا إيه؟ بطلت صلاة. نعم. قال وظاهر قوله يتشهد لهما أي سيدتي السهو البعدي. نعم. أنه لا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الإحرام. نعم. معنى الإحرام يعني إيه؟ نية السجود، يعني نية السجود ثم التكبير
نية السجود، نية السجود اللي هو السجود ايه بقى؟ أن تنوي سجود السهو. وهل تلاحظ أن هذا ترغيم للشيطان أو جبر للصلاة؟ قال لك إن كان قبل السلام فهو جبر للصلاة، وإن كان بعد السلام فهو ترغيم للشيطان. يبقى تلاحظ دي برضو في نية الإحرام، أن تنوي أنك ستسجد سجدتين للسهو نيتك، ثم تلاحظ أن ذلك السجود ترغيم للشيطان إن كان بعد السلام، وإن كان قبله تلاحظ أنه جبر. نعم. حتى مولانا عندما يقول بأن السجود كله قبل السلام يقول بالإغرام وبالجبر؟ لا، هو يقول بالجبر بقى، لأن السجود لو قبل السلام يقول بالإيه؟ ينوي بأنه له جبرا لصلاته. لا، هو نفسه هيبقى فيه إرغام، هو نفسه هيبقى فيه إرغام، يعني مش لازم ينويها. لكن مدام في تفريق احنا عندنا، مدام بعد السلام ما يبقاش جبر خالص، يبقى في الحالة دي لازم تميز ان ده ايه؟ ان ده ترغيم للشيطان. نعم. تكبيرة الإحرام هنا مندوبة في حقه. فين؟ في حق من؟ مندوبة؟ ماشي. وبعض العلماء يقول واجب ان يحرم، بعضهم يقول يجب عليه ان يحرم، ان يحرم له. ويحرم يعني انه ينوي ايه؟ ان ينوي سجود السهو. يعني هو لو نوى ولم ياتي التكبير؟ لا، التكبير مش شرط، التكبير ليس شرطا، التكبير لو سهى عنه فانه لا باس به ان شاء الله، لكن الاحرام ضروري منه، الاحرام اللي هو نيه السجود لا بد له منه. نعم. والمشهور ولكن الاكمل طبعا الاحرام والتكبير والسجود، ده الأكمل طبعا بلا شك يعني. نعم. ولو المشهور افتقاره إلى الإحرام ويكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي. نعم. وبعد فراغه من التشهد يسلم منهما. نعم. أي بعد السجدتين. وكل سهو في الصلاة بعد فراغه من التشهد، أشار بذلك إلى أنه يتشهد له أيضا. يعني هو سجود إن كان بعد السلام فإنه يتشهد له، وإن كان قبل السلام ففيه قولان، المشهور التشهد له أيضا. خلاص. قيل لا يتشهد لأن تشهد الصلاة كفى عنه وهو لسه ما سلمش. خلاص. وقيل بل يتشهد وهو المشهور، وسر ذلك أن سلامه لابد أن يكون بعد إيه؟ بعد تشهد. يعني الأولى أن يكون سلامه بعد تشهد، فلذلك شهروا التشهد ولو كان بعد الإيه؟ ولو كان قبل الإيه؟ قبل السلام. أما بعد السلام فالتشهد له مطلوب. نعم. قال وكل سهو في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور بنقص، يعني بنقص سنة مؤكدة. نعم. فليسجد له أي للسهو قبل السلام، وإنما قيدنا النقص في كلامه بسنة مؤكدة لأنه سينص على أنه لا يسجد لنقص فرض ولا سنة خفيفة. طبعا لا يسجد لنقص فرض لأنه لا بد من الإتيان به، إلا الفاتحة في كلام حيتقال بعد كده إن شاء الله. خلاص. ولا يسجد لسنة خفيفة، وفيه كلام عند العلماء، فقيل إذا سجد لفضيلة أو لسنة واحدة خفيفة بطلت صلاته، وقيل لا تبطل صلاته إذا سجد لسنة خفيفة، وأما إذا سجد لفضيلة قبل السلام فإن صلاته تبطل. يبقى كده اللي يسجد لفضيلة قبل السلام بطلت صلاته مطلقا، وأما السجود لسنة خفيفة ففيه رأيان أو فيه قولان. كثير من العلماء قالوا لا تبطل صلاة، وإن كان شراح المختصر رجحوا أن صلاته إيه؟ أن صلاته تبطل، فسووا بين السجود للسنة الخفيفة والسنة والفضيلة. خلاص. طيب، السنة الخفيفة لو تكررت، يعني لو كان سنتين خفيفتين يسجد ولا شيء، وإن كان ثلاث سنن أيضا يسجد ولا شيء إيه؟ ولا شيء عليه إن كان قبل الإيه؟ قبل السلام. خلاص كده مفهوم. السنة المؤكدة ولو واحدة يسجد لها إن تركها قبل السلام. خلاص كده. يبقى إذا ندينا عرفنا السنن،
سنة خفيفة وسنة مؤكدة. السنة الخفيفة إن كانت واحدة ففيه كثير من العلماء يقولون يسجد ولا تبطل إن كان قبل السلام. وعند الدردير وشراح خليل أنه لا يسجد لها، دي السنة الخفيفة. فإن كانت السنة الخفيفة متكررة يعني اثنين أو ثلاثة أو كذا، فإنه يسجد ولا شيء ولا شيء عليه، يسجد قبل السلام ولا شيء عليه. وأما السنة المؤكدة فإنه يسجد لها ولو واحدة. نعم. لأنه سنص على أنه لا يسجد لنقص فرض ولا سنة خفيفة ولا فضيلة. نعم. والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية. نعم. الأولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة. وأنت لو نظرت لوجدت هذه مكونة من ثلاث سنن، يعني هي وإن كانت سنة مؤكدة إلا أنها مكونة من ثلاث سنن. إيه؟ قراءة السورة والقيام لها والجهر أو السر، فهما ثلاث سنن. فكأنه لو ما سجد لهاش يبقى في الحالة دي إيه؟ ممكن تبطل صلاته على رأي ابن القاسم إذا لم يسجد وطال. إذا لم يسجد وإيه؟ إذا لم يسجد وطال تبطل صلاته عند ابن القاسم. يعني كل سنة منها سنة مؤكدة؟ نعم. سنة مؤكدة هم ما بيعتبروش الكلام ده. بيقولوا قراءة السورة هي السنة المؤكدة والقيام ليها سنة خفيفة. إذا هم ثلاث سنن خفيفة كيف تبطل بقى لو لم يسجد بعد؟ فين؟ بعد الصلاة. ثلاث سنن خفيفة إذا سجد، إذا نقص ولم يسجد، إذا نقص ثلاث سنن ولم يسجد، قال ابن القاسم إن طال بطلت صلاته. كيف وهي خفيفة؟ وليكن، وليكن، لأنه مش سنة واحدة، إنما هم ثلاثة، ثلاثة اجتمعوا عند ابن القاسم يقول إن لو ترك ثلاث سنن خفيفة ولم يسجد حتى طال بطلت صلاته. نفس الحكاية برضو، بس أصل السنن الخفيفة ما يسجدش إلا لثلاثة أو اثنين، والمؤكدة يسجد لواحدة. لو ترك، لو فرض إن في سنة مؤكدة واحدة بس زي الجهر والسر لوحدهم يبقى لابد أن يسجد لها. بس لو كانت سنة واحدة وما سجدش ليها مؤكدة يبقى لا تبطل صلاته، خدت بالك؟ لكن يطلب منه أن يسجد لها، يطلب منه أن يسجد لها. لو كانوا اثنين مؤكدين أو ثلاثة مؤكدين زي ثلاثة وخفاف، يعني الثلاث سنن إذا تركها ولم يسجد لها وطال عند ابن القاسم بطلت صلاته، سواء كانت خفيفة أو مؤكدة، مفهوم؟ أما السنة الفرق بينهم إيه بقى؟ إن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها عند ابن القاسم وغيره إذا تركها، وأما السنة المؤكدة الواحدة فإنه يسجد لها. بس أدي الفرق ما بين الاثنين. هو لو تركها سيدنا ولم يسجد ما طالش، لكن هو بمجرد أن انتهى أحرم بصلاة أخرى. أحرم بصلاة أخرى وبعد ما أحرم بصلاة أخرى كملها طبعا، كمل الصلاة الأخرى، يبقى كده طال، يبقى بطلت صلاته الأولى على رأي ابن القاسم. وعلى غير ابن القاسم لا تبطل الصلاة للسنن كلها، لو ترك السنن فلا تبطل صلاة سهو. يعني على مذهب على طول يتدارك بمجرد ما يتذكر، خدت بالك؟ وإن تمادى إلى آخر الصلاة على رأيه كده لو ترك ثلاث سنن وطال ولم يسجد بطلت صلاته. لا شيء، لا يستكمل صلاته، يواصل صلاته ويكمل ولا شيء عليه. نعم. الأولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة يزيد لترك ذلك فيها لا في النافلة على ما في المختصر. وهو ده الفرق، لأن الصلاة النافلة يجوز أن تصليها بدون صورة. نعم. الثانية الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية. طيب. يسجد لتركه فيها لا في النافلة على ما في المختصر أيضا. قال بعضهم إن الجهر ده ما يعتبرش ترك، هيسجد بعد السلام فيه.
سيسجد بعد الايه؟ سيسجد بعد السلام، لا قبل السلام، لكن اذا اصر في موضع الجهر يسجد قبل الايه؟ قبل السلام، فاذا جهر في موضع السر يسجد بعد السلام. نعم. هو لسه هيقول كمان في انه هيخلي الاثنين زي بعض، التسويه بين السر والجهر زي بعضهم، يسجد لهم قبل السلام. نعم اتفضل. لو اسمع نفسه يعني الجهر اقل واكثر، واحنا مش قلناه قبل كده تقريبا؟ قلناه، نقوله تاني زي بعض. السر عندنا اقله حركه اللسان، ولو لم يسمع نفسه اقل حاجه حركه اللسان، واعلاه ان يسمع نفسه ومن يليه، واقل الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه، واعلاه لا حد له. خدت بالك؟ ده بالنسبه للجهر عندنا. نعم. نعم لا شيء عليه في موضع الجهر إذا قرأ بأعلى السر الذي هو قريب من الجهر فإنه لا شيء عليه. خلاص. طيب وفي أقل الجهر إذا قرأ، وفي السر مثلا خلاص كده، إذا قرأ بأعلى السر لا شيء عليه، لا يسجد، بس بشرط إن في فرق ما بين الجهر وما بين الهمس. السر دائما يكون همسا، السر دائما يكون إيه؟ يكون همسا، بس مش هيعتبر مش هيعتبر جهر برضه لو قرأ بأعلى السر، لأن لو واحد قال الحمد لله كده يعتبر ده أعلى الإيه؟ أعلى السر. ففي المختصر وخليل والدردير أنه إذا قرأ بأعلى السر فإنه لا يسجد، لأن ده يعتبر شبه الجهر، وإن كان في الحقيقة ليس بإيه؟ ليس بجهر. نعم. بعض الأئمة مولانا تقرب فمها على سماعة لا أصل عند الشافعية إن حركة اللسان لا تكفي، بل لا بد من إسماع نفسه في السر. ما عندهمش هم حركة اللسان ينفع، عندهم حركة اللسان عندهم لا يسمعها كأنه مش كلام خالص، ولذلك قالوا إن لو واحد طلق امرأته بحركة اللسان من غير ما يسمع لا تطلق عليه. عندهم هكذا في كتاب الإقناع عندهم يعني، بس مش عايزين نقولها للعوام دي. نعم. فيسجد لتركه فيها لا في النافلة على ما في المختصر أيضا. نعم. بأن يأتي بالسر بدله. لا في النافلة ليه؟ قال لك لأن النافلة يصح أن تصليها إيه؟ سرا أو جهرا، فالمختار في نوافل الليل أن تصلى جهرا ويجوز الإسرار بها، والمختار في نوافل النهار أن تصلى سرا، وقال بعضهم لا بأس بالجهر إيه؟ لا بأس بالجهر بها، وإن كان الجهر بها يعني فيه إساءة في النهار. واخد بالك؟ نعم. لأن يأتي بالسر بدله فيها. الثالثة الإصرار في محله. أي. الرابعة الإصرار في محله، يعني في محل الإيه؟ السر. ماشي. طيب. الرابعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام. التكبير سوى تكبيرة الإحرام، الواحدة منه سنة إيه؟ سنة خفيفة، فإذا ترك ثلاث تكبيرات وطال بطلت الصلاة عند ابن القاسم، وإذا وطال ولم يسجد يعني بطلت الصلاة عند ابن القاسم. خدت بالك؟ وقال غيره لا تبطل الصلاة به، لأن التكبير كله سنة واحدة، التكبير كله عندهم سنة واحدة، وبناء على ذلك يعتبر كله سنة خفيفة. مفهوم؟ نعم. الخامسة قول سمع الله لمن حمده، برضو سنة خفيفة، ولكن إذا تكررت مرتين وتركها يبقى يسجد لها. هذا بالنسبة لمين؟ للإمام والفذ. وأما بالنسبة للمأموم فالسنة في حقه أن يقول ربنا لك الحمد. نعم. السادسة والسابعة التشهد الأول والجلوس له. نعم. الثامنة التشهد الأخير ولا يسجد لغير هذه الثمانية. طيب أهو اتعرف كده إن التشهد الأول والجلوس له إن كل واحدة سنة فيه، يعني التشهد سنة
والجلوس له ايضا سنه. طيب هل يتاتى ان يتشهد من غير ان يجلس؟ ما ينفعش. طب يتاتى ان يجلس من غير ان يتشهد؟ عشان كده فرق بينهم هو. لما كان يتاتى الجلوس بدون تشهد ولا يتاتى التشهد بدون جلوس فرق بينهما. نعم. ولا يسجد لغير هذه. وطبعا احنا عندنا التشهدين متساويين بخلاف غيرنا، لان يعني عند الحنابله والشافعيه التشهد الاخير فرض، واحنا عندنا التشهدين كلهم ايه سنن زي بعضهم. نعم. ولا يسجد لغير هذه الثمانيه. نعم. كذا نقراه في التوضيح. طيب فاضل ايه تاني غير الثمانيه دول؟ غير السنن الثمانيه فاضل ايه تاني؟ ماذا بقي من السنن؟ هو لو زاد في ركن يا سيدي. لا، الزائد على الطمانينه سنه خلاص، ما فيش مشكله فيه، ما فيش سهوله. هو اعتدل بعد الركوع والتسبيح. لا 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 لا، التسبيح عندنا مستحب فضيل. ايه ده؟ لا برضه فضيل. احنا عندنا فاضل حاجه ثانيه غير السنن. فين السنن كلها؟ سنن الصلاه كام؟ صلاه كام واحده؟ القيام هي كده الثمانيه اكتملت بيها. ما هي انتوا لو فاكرين ان هي ثمانيه فيها سنن داخله. نعم. فيها سنن كثيره داخله. لان عندك قراءه الصوره ادي سنه، والقيام لها ادي سنه، والسر بتاعها والجهر ادي سنه. يبقى دخلوا معانا ثلاثه. فاضل معانا ايه؟ الصلاة على النبي مختلف فيها، هل هي سنة ولا مستحب عندنا؟ أدي واحدة. وفاضل معانا التسليمة الثانية. التسليمة الإيه؟ الثانية رد المقتدي السلام على إيه؟ على إمامه. وفاضل معانا كمان الأعضاء الأخرى في التشهد غير الجبهة. لأن إحنا عندنا الجبهة بس هي اللي إيه؟ هي اللي فرض، وما عداها سنة. وفاضل معانا الزائد على الطمأنينة. الزائد على الطمأنينة يعني الطمأنينة فرض، والزائد على الطمأنينة ايه؟ والزائد على الطمأنينة سنة. خدت بالك؟ ها وفاضل ايه تاني؟ وتمكين الأسابيع على لا ده مندوب. ده مندوب. مش كله هنقوله. ها؟ رفع اليدين الى المنكبين ده سنة ولا مستحب؟ مندوب. طيب ما انتوا كويسين اهو. ما تشوفوا تاني في سنن تانية ولا خلصت كده؟ القيام للسلام. نعم؟ التيامن مندوب. القيام للسلام ازاي؟ التيامن للسلام. ها؟ لا دي خارجة من الصلاة. خارجة من الصلاة. على كل حال المفروض اللي الفقه يبقى الذهن حاضر، علشان هو قال ثمان سنن. طب ما هو الباقي فاضل ايه تاني؟ هل يتأتى زيادة زائد على الطمأنينة؟ يعني في طمأنينة وفي زائد على الطمأنينة. الزائد على الطمأنينة ده سواء زدت بقدر تسبيحة ولا زدت بقدر ايه؟ ثلاث تسبيحات ولا زدت بقدر 40 تسبيحة؟ هل هذا يعد خارج عن كونه زائد على الطمأنينة؟ ليس بخارج. اللي يتصور بقى لو أن إنسانا اطمأن وترك الزائد على الطمأنينة، هل يسجد ولا لا يسجد؟ هنا بقى لا يسجد. لا يسجد. طيب لو أن إنسانا سلم تسليمة واحدة وترك التسليمة الثانية ولم يسلمها، يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد. لما؟ لأنه بعد السلام هذا نقص، يطلب عليه سجود قبل، لكنه هو خرج من الصلاة. أيوه، هو خرج كده من الصلاة، مجرد التكبيرة التسليمة الأولى يعد قد خرج، ولذلك هو لو قال السلام عليكم ثم خرج منه شيء فصلاته صحيحة. مفيش أي حاجة. خلاص؟ يبقى إذا اللي قالهم دول هم السنن الصميم اللي هم داخل الإيه؟ اللي داخل الصلاة. إذا ترك واحدة منها يبقى كده خلاص. خلاص كده؟ في بعض العلماء قال إن السنن اللي هم يسجد لهم اللي هم المؤكدين أربعة بس مش ثمانية. ودخل فيهم الخفيف وكله قال لك إن ده مؤكد وفيه كلام عند العلماء.
قال إن الصحيح السنة المؤكدة الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه وقراءة السورة والتشهد، هذول بس اللي هم الايه اللي هم السنن المؤكدة. يبقى ما عدا ذلك التكبير هو قال ايه تاني؟ التكبير والتسميع والجلوس. لا ما هو احنا قلنا التشهد ده وقراءة السورة خدها باللي فيها كلها وقول سمع الله لمن حمد، يبقى كله ده يعتبر ايه؟ كأنه دخل سنن خفيفة في سنن في السنن المؤكدة. والفرق بينهم ان السنن الخفيفة اذا ترك واحدة منهم لا يسجد لها، بينما هو هيقول في سمع الله لمن حمد فيما بعد ولا سجود عليه ان ترك تسميعة مرة واحدة. يبقى اذا هو دخل السنن المؤكد في غير الايه؟ في غير المؤكد. يبقى لازم نلاحظ كده. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم. إذا صلاة خاصة لما نيجي للعيد إن شاء الله نبقى نشوف. نعم نعم. طبعا لو فرض يعني انها نعتبرها سنه خفيفه ولا سنه ثقيله، الظاهر كده ان في قول عندنا يقول انها فضيله، الظاهر كانوا عاملينها انها سنه خفيفه. وبناء على ذلك نفخ متعمدا ولا ساهبا؟ تساءب. لا يصح له ذلك، لانه حتى ولو خارج الصلاه لا يقول ولا لكن لو هو تساءب كده كده يعني خرج بدون قصد فلم يكسر فلا شيء فيه ان شاء الله. اما ان كان بقصد يبقى كده. بارك الله فيكم يا اخوان، جزاكم الله عنا خير. ربنا صلى الله عليه وسلم لا يصح ذلك، لا تعاد عندنا المغرب احنا الا مره.